في تسريب جديد نقلت صحيفة الجريدة الكويتية عن مصدر وصفته بالمسؤول أن الولايات المتحدة شرعت في بناء قاعدة عسكرية ضخمة جنوب إسرائيل. وأشار المصدر إلى أن القاعدة الأمريكية الجديدة تقع بمحاذاة قاعدة حتسريم الجوية الإسرائيلية في صحراء النقب، حيث سيتم توسيع المطار العسكري لتلك القاعدة لكي يستوعب الطائرات الأمريكية وتكون قادرة على أداء مهام لوجستية لاستقبال آلاف المقاتلين الأمريكيين. أضاف المصدر أن القاعدة الجديدة تستوعب نحو 23 ألف جندي وأفراد طاقم لكل المستويات القتالية والإدارية والتعبئة وغير ذلك. وبحسب المعلومات يتم حاليا نقل الأسلحة والذخيرة الأمريكية إلى هذه القاعدة، حيث سيتم تزويد المقاتلات الإسرائيلية بذخائر متنوعة لم تستخدم سابقا في الحروب التي خاضتها تل أبيب. تنضم إلينا من القدس مراسلتنا أحلام عثمان. أحلام، بداية أسألك حول أي ردود فعل أو أصداء جديدة حول الصفقة وأيضا آخر تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي. نعم، فيما يتعلق بهذه الصفقة وفيما يدور في الداخل الإسرائيلي حولها، فجميع ما يتم تداوله في الإعلام الإسرائيلي هو صادر عن مصادر عربية أو أجنبية، وتحديدا المصادر الأمريكية. هناك نوع من التعتيم حول هذه المسألة، وأيضا هناك قلة في التصريحات من الجانب الإسرائيلي المتعلقة بصفقة التبادل للأسرى والمحتجزين والمقترح المصري، وهذا فيما يتعلق باليوم. ولكن كانت هناك التصريحات السابقة ليلة أمس. الجانب الإسرائيلي حتى هذه اللحظة هو ينتظر الرد من قبل حركة حماس المتعلق في المقترح الذي تم مناقشته مؤخرا فيما بين الوسطاء المصريين والجانب الإسرائيلي في مدينة تل أبيب. ولكن هناك من يرى من المراقبين السياسيين الإسرائيليين بأن في حال كان هناك رد إيجابي من قبل حركة حماس على هذا المقترح، فهذا سوف ينعكس سلبا على المستوى السياسي الإسرائيلي، ما سوف يؤدي إلى زيادة في ترسيخ هذا الانقسام تحديدا بين الصف المؤيد لصفقة لتبادل الأسرى والإفراج عن الأسرى والمحتجزين الإسرائيليين وفق مقترح وصفقة تتلائم مع الجانب الإسرائيلي. وهذا الصف هو يتمثل ببيني جانتس وأيزنكوت الذين يطالبون بأن يكون هناك الصفقة، حتى وإن كان هناك تأجيل لعملية اجتياح رفح وتسويفها إلى موعد لاحق، وبين الصف الآخر المطالب بأن يكون هناك اجتياح لمدينة رفح وعدم الاستسلام لأي من المقترحات المقدمة، تحديدا المقترح المصري الذي تم مناقشته مؤخرا. وهذا الصف هو المتمثل ببتسل إليس موتريتش وزير المالية، وإلى جانبه أيضا إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي. وفق القناة الثالثة عشر التي تتحدث وتقول بأن هناك نوع من الحيرة في الداخل الإسرائيلي بين المستوى السياسي والأمني، إن كانت إسرائيل سوف تذهب في مسار التفاوض وعقد صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين، أو أنها سوف تذهب في عملية لاجتياح رفح مع وجود إصرار من قبل الحلف الذي هو مساند لبنيامين نتنياهو بتسل إليس موتريتش وإيتمار بن غفير. وأيضا من خلال المحادثات التي جرت مع بنيامين نتنياهو وجو بايدن الرئيس الأمريكي ليلة أمس، الذي قال فيه جو بايدن بأنه لن يعطي هذا الضوء الأخضر لإسرائيل من أجل اجتياح رفح، وهنا ما زالت إسرائيل واقفة عند الضوء الأحمر من قبل الجانب الأمريكي. أحلام، باختصار إذا كان هنالك أي تطورات ميدانية. في الميدانيات نتحدث عن إطلاق الصواريخ والدفعات الصواريخية على الجبهة الشمالية مع الحدود اللبنانية. هناك ما يقرب من 20 صاروخا أطلقوا من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة الجليل الأعلى ودوت سفرات الإنذار في كريات شموني وأيضا في مستوطنات المطلي المحاذية للحدود اللبنانية. وفق الجانب الإسرائيلي فمعظم هذه الصواريخ قرابة 17 صاروخا تم اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية،
ولكن باقي الصواريخ لم يحدد مصيرها، إن كانت سقطت في أماكن مفتوحة أو أصابت أهدافها. وهنا من تحمل مسؤولية هذا الإطلاق الصاروخي هو كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس في لبنان، وهذا في رد للمجازر الإسرائيلية في قطاع غزة وأيضا للاعتداءات من قبل الجيش في الضفة الغربية وفقا لحركة حماس. شكرا لك أحلام عثمان، كنت معنا من القدس.